ورقة اللحمة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ورقة اللحمة دي بتكون احلى اكلة للمة وسريعة وسهلة وجميلة. تعالوا نشوف مقاديرنا. معايا اللحمة، هجيب اللحمة الفيليه وتتقطع رفيع، اربع بطاطس هنقطعهم حلقات، بصل حلقات، فلفل حلقات، وبعدين البهارات بتاعتنا ملح، فلفل، كمون، جوزة الطيب، شطة، وبودرة ثوم، بابريكا، وطبعا الفويل، ومعانا الزيت الجميل بقى اللي ايه اللي هنظبط بيه الاكله بتاعتنا دي. من الاكلات سهله سريعه وعايزه لمه حلوه مظبوطه، بتستوي على طول، بس لازم اسويها مظبوط، لازم ادخلها كويس في الفويل. وايه، في ناس بيحبوا الاول ان هم يشووها، وفي ناس بتعملها ني في ني. انا دايما بعملها معاكم اللي هي جاهزه ان انا على طول اشويها، بس انا دلوقتي هعملها معاكم هنا، اوريكم بقى الايه الطريقه الثانيه اللي هي ني في ني كده. بصوا بقى هنعملها كده، ودي بتبقى البهارات كلها بتخش في بعض، رش عليها كده. تعالوا اعمل الاول الصوص بتاعها علشان اقدر ايه يبقى عندي. هحط بقى ايه البهارات بتاعتي كلها هنا في بوله. زيت زي ما احنا شايفين، انا ده الايه اللي ورقة اللحمة كلها، فعايزة التتبيلة بتاعتي تبقى حلوة وطعمها جميل وغنية، ما تبقاش ايه ضعيفة. عايزين دايما التوابل لازم نبقى مظبطينها دايما. انتوا عارفين بقول لكم ان التوابل دي اهم حاجة، ان هي تبقى ايه مظبوطة وحلوة كده علشان الأكلة تبقى حلوة. اهو شوفوا بقى التوابل كده محطوطة جنبي، وايه برص اللحمة كده زي ما احنا شايفين اهو، وبرص عليها حلقات البصل، البطاطس اهو. شوفوا الجمال والسرعة والسهولة، ده أهم حاجة، وده اللي احنا ايه بنبقى مستنيينه، ان هي ما تبقاش حاجة. وبعدين البطاطس كل ما تبقى أرفع كل ما تبقى أحلى وتستوي معانا أسرع. الفلفل معاها على الوش كده، أجيب هنا كده زي ما انتوا شايفين التتبيلة بتاعتي اهو، واعمل طبقة تانية من اللحمة عليها كده. زي ما احنا شايفين ونسيبها بقى تستوي السوى ايه المظبوط الحلو في الفرن اهو. تعالوا كده الوصفة دي عايزة ان انا اكون عندي برضو ناس اللمة بتبقى حلوة قوي فيها، فعايزاكم تعملوها وانتوا عندكم صحابكم اهلكم يعني العيلة الولاد، يعني نبقى ايه هناكل كلنا مع بعض ونعمل الوصفة الجميلة دي اهو. واللي يحب يزود الزبدة ممكن تزودوا زبدة، بس انا عاملها لكم خفيفة خالص، هزود بس شوية زيت على الوش وخلاص كده، وتتقفل وتخش الفرن. مش عايزة اقول لكم بتطلع حلوة قد ايه،
والنكهات كلها بتخش في بعض اهو. كده اهو جميل قوي. هقفلها بقى حلوه قوي. وهو ده اللي ايه اللي بيميز ورقه اللحمه، ان هي لازم تبقى متغطيه كويس قوي قوي قوي، والفرن بقى يكون سخن. هتكونوا مسخنين الفرن قبلها بشويه اهو، وندخلها الفرن تاخد السوى الجميل بتاعنا. Thank you.